ركز. عادل هيف. عادل هيف اسقط عليك. وش يقول عادل هيف؟ انا اسمع ايش قال. ايه عمي عادل هيف. عادل هيف اسقط عليك يقول ليس لديك هوية. ليس لدي هوية. وانا اقول انا ارد على نيابة وانت موجود. انت مهم مسألة ليس لديك هوية. انت سهم البزنس. من حمد سهم البزنس. سهم البزنس. شنو البزنس؟ سهم البزنس. احكم يا عادل. والله عادل شنو؟ عادل هي. يقول ما له هوية. لا عادل. بديت وجهك ثواني. ضاري يا ضاري. طيب اركب الكنب. خلنا ناخذ الكرسي اللي فيه. لا تحاولوا ما باخذكم. ايش عنده هذا 87 مقطع يقول كمله الى 90 مقطع. تعال اجي اسوي يا رجال لو 10 مقاطع اسوي اسوات ما تسويها القرقاح. انا ابي اقف احترام لسهم البزنس. ابي اني افعلك يا حمد سهم البزنس. عطنا ثلاث سالفات حمد. عطنا ثلاث سوالف. والله يا ذا الحين حمد بوجهي روح رن حمد. والله انك تبطي. والله انك تبطي. الوجه بالوجه ابيض. انا خلاص 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 عطنا ثلاث سوالف. خلاص خلاص يلا عطنا ثلاث سوالف. لا دقيقه كذاب 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 على الضروره. ها روح راض اخوك سو كذا يا رجال سواه يا كذاب. عادل شنو؟ عادل هي ايش اسمه؟ هو يوم من اشدك شنو يقول؟ عادل هاي بصراحة إيه؟ إذا جت فقرة بدون تحيز أرقد ترى. بو سعود خلنا أرد معني ما عرفت. بس أنا فقرة بدون تحيز هو حضرها ما حضرها صح؟ لا يهمك الكلام ناجح كلنا ناجحين. أنا أشوف ما هو بناجح. وأنت سهم البزنس اتجه. ولا أنت بناجح. أنا ما أشوف. أنا أشوف إن أنا ناجح. سهم البزنس هل تختلف؟ وخر عني وخر. أنا أشوف إنك نبدأ. لا أشوف أنا وخر. حمد يا ابو عود. حمد انا لا عاد لا نشوف انك لا لا في بزنس. لا يا ابو سعود اطلق احتجاجك. اب كان سهم البزنس. اصافي نطلع صوتك. ايوه هذا صوت الشعب. حل عني ليش ما تقتنع بكلامه؟ يمكن صدق. ليش ما تراجع حسابك؟ لا اقسم بالله ما جاب اسمك ودفه من ضمن المحاور. الله ولا عادي خذ النقد. انا تبي الصدق ولا اخوك؟ اسمع حمد اكل. تبي الصدق ولا ابن عمك؟ ابن عم. لكن النقد في تصرفاتك في وجودك يا حمد بدون قصور في الربع وكل اللي داخل نفس حمد. يعني حمد داخل لا هو منشد ولا هو شاعر ولا هو يعني صانع محتوى لكنه ابدع. هذا الابداع دليل على قوته. الصدق ينقال. والله انا سامي البزنس. والله ما تنسى. انا جمعتكم من الربع. ابدع خلك. لا خل الربع والله خل الربع ولا يغرق من جهه. اضاري اصبر يا ريت. قول الله خل بنامك. سلام. انا والله الربع ما جمعتكم تمدحوني. انا جمعتكم علشان نسولف. سبوني انا لا بغيت امدحك. بمدحك بمزاجي ولا بغيت اسب. اعطي اعطي خلاص اعطي البيتين يلا. يلا يقول في وجه اعطيك اياه. هذا طال عمرك والمسمى حقي. اسمع خلاص وين راح؟ اطلقت عليك لقب. المسمى حقي وين راح؟ قف بطلق عليك الردي. ما التفت له. وقف ولا جلس الردي. لو طاب مره ما تخليه الطبيعه. عادتن عادتن ام الحويه ما تروم الا ولدها. يا سلام. يا عاد يا عاد يا عاد يا عاد ام الحويه تغني. يا عاد قال ام الحويه تغني. حمد اسمع. حمد حمد عوض عوض حمد عوض علينا الشياطين. حمد عاد حمد يخرج عن طوره.